امجد يا ابني، انا بقول لك سيبها، مش لازم تجيبها معاك من هناك. والدتك معايا هنا وكلنا متجمعين هنا، اهم حاجه سلامتك. حاول يا ابني تيجي بالسلامه واحنا مستنيينك. بالله عليك يا امجد خلي بالك على نفسك. مع السلامه يا ابني. ها طمني. امجد بخير؟ هنديه مش بخير، وهو هيسافر وجاي لوحده، مش هيقدر يجيبها معايا خلاص. منك لله يا هنديه يا بنت بطني، كان لازمته ايه كل ده؟ انا غلطان عشان انا اللي مدلعها من الاول وطوعتها في اي حاجه هي كانت بتقول لي عليها. جاي بتتكلمي في ايه دلوقتي يا سوريا؟ ولا حاجه يا حاج، بنتك عليه العوض ومنه العوض خلاص فيها. ايه يا ابو هنديه يا اخويا؟ اسمع يا ابو ياسمين، بالله عليك ما تندهني بالاسم ده تاني، انا ما عنديش بنت اسمها هنديه ولا اعرف عنها حاجه. زباله اللي مش معترفه باسمها وتغير اسمها باسم تاني، يبقى انا ما خلفتش وما ربيتش. عندك كلمه حلوه يا ابو ياسمين وعبد الرحمن، ربنا يخليهم لك قولها. انا مقدر الظروف اللي عندك يا اخويا، ولكن هنديه هتسيبنا في حالنا؟ ها يا عمي سمع، انا هنيجي والله، ما عدتش قاعد هنا. انت ما تعرفش انا بمر بايه هنا. تطمن والدتي عندكم. لازم تكون رحله الطيران فيها ترانزيت. هنزل على ابو ظبي الاول ان شاء الله، ومن ابو ظبي هنزل على مصر. يا عمي افهمني، انا بيني وبينك 4900، انا بيني وبينك 5000 كيلومتر. بالله عليك انا متوتر اكتر من اللازم، ما تضغطوش عليا يا جماعه. حاضر حاضر. هو انت هلا مش هتبطل شرب بيبس؟ على فكره بقى ماما، اهم حاجه قبل ما تشرب البيبس لازم تمسحيها مسحه نظيفه قوي كده. بص بيبقى فيها ايه؟ انت ما تعرفش ان البيبس دي بتجيب خشونه في العظام؟ بعشقها. ولا انت صليت المغرب؟ بصراحه ما لا، وحياه امك اللي واقفه قدامك وبتكلمك دي، لو ما صليتش المغرب انا مش هخليك تروح حجز كوره تاني. ماما انت المره 7000 تقولي لي كده، وانت عارفه ان انا باجي بحدود حلم من الحجز، يعني بخش اخد الدش واريح نص ساعه كده، وقبل صلاه العشاء بصلي المغرب وبستنى صلاه العشاء، وبالمره بقرا في المصحف شويه يعني. عبد الرحمن هو انا ممكن اقول لك حاجه؟ اكيد طبعا يا ماما قولي. انا فخوره بيك يا ابني. شكرا يا ماما. فخوره بيك انت واختك ياسمين كمان. على فكره بقى ياسمين بتقطع في صلاتها، انا لا، رغم ان انا في امتحانات ثانوي ومدعوك وحجز كوره، بس انت عشان مش مقصره معايا يعني في لعب الكوره وكده، ودايما بتتصدري لي قدام بابا. انتوا بتقولوا لي ان انا بذاكر دايما، وسيبه يا حاج ينزل يلعب له ساعتين يعني جنب الدراسه. مش ممكن تيجي معايا ويبقى زي محمد صلاح؟ انا لو بخليك تروح تلعب كوره فده عشان علاقتك بربنا كويسه، مش عشان بتذاكر ولا حاجه. انت لو ذاكرت هتنفع نفسك وهتكسب دنيا، ولو صليت تكسب دنيا وهتكسب اخره طبعا. على فكره انا بصلي عشان ربنا بيحبني حابب فيا خلقه، يعني حتى وانت بتكلميني كده انا شايفك بتبتسمي. ربنا يا ابني يجعل في وشك دايما القبول. هلا ياسمين فين؟ مش بقالها حس ليه؟ اسكت، ده احنا كنا كلنا متجمعين في بيت عمك النهارده، وكنا بنتكلموا في شويه حوارات تسد النفس، كلنا جايين من هناك اساسا مش طايقين الهدمتين اللي علينا. ايه اللي حصل؟ هنديه بنت عمك. مالها يا امي؟ جوزها مصورها فيديو وهي بتعمل حاجات غريبه في البيت. امجد جوزها؟ هو امجد فين دلوقتي؟ هينزل على ابو ظبي الاول، ومن ابو ظبي هينزل على مصر. ترانزيت يعني؟ ترانزيت يعني. وياسمين عرفت بالحوار ده؟ ما هي جايه مقفوله عشان منظر عمك ومرات عمك. يقلق بصراحه، انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه على هنديه بنت عمي، انا بقيت بتبرى منها وخايف منها بجد. ربنا يهديها يا ابني لنفسها ويرجع امجد جوزها بالسلامه، ضمه هتموت من الرعب في بيت العيله هناك. طبعا قاعدين كلهم مستنيينه صح؟ بكره ان شاء الله هيكون في مصر. هو مش هيريح في ابو ظبي ولا ايه؟ لا هيجي على طول عشان عايز يورينا الفيديو اللي هو اللي مصوره له ده. وامجد ده غبي، مختار على الواتساب ليه والسوشيال ميديا ليه؟ ما يحاول يبعت لكم الفيديو. يا ابني ده مكلمنا وهو مرعوب، وده تواصل معانا بالعافيه. واد يا طفل انت يالا. نعم نعم يا امي. هو انا يالا مش قايل لك كذا مره ما تحطش الفله بتاعت السيفن دي في بقك؟ هو انت عيل صغير؟ خلاص يا ام انا اخش اطمن على ياسمين واخد دش كده واتوضى وهصلي. خلاص ماشي. مالك يا ماما انت بصلي كده ليه؟ والله العظيم بجد فخوره بيك يا ولا عشان بتصلي بس والله. القبول باين في وشك اهو. يا حبيبي يا ربنا. خش يلا معفن عشان ريحتك كلها عرق. على فكره بقى انا واخد الاسبري معايا في الشنطه ورشيت منه. طب امشي بدل مناولك باي حاجه يا ابو ريحه معفنه. خلاص يا ماما انا جاي من حجز كوره، ما طبيعي لازم اعرق. ادخل على طول. مالك في ايه؟ مفيش، كان ضايع الحوار في بيت العيله النهارده يسد النفس. ما امي قالت لي بصراحه، انا عارفه ان ماما هتقول لك، رغم ان انا قايل لها ما تقوليش حاجه لعبد الرحمن لما يجي. ايه يا ست في ايه؟ هو انا عيل صغير عادي؟ قالت لي عادي. طيب يا اخويا صليت المغرب؟ جري يا ياسمين انت بتكلميني كده ليه؟ لسه جاي من حجز الكوره دلوقتي. روحي يا عبد الرحمن يلا اتوضى وصلي. طيب يا ست ماشي، انا كنت جاي اطمن عليكي بس. السلام عليكم. وادي عبد الرحمن. نعم. ما تزعلش مني، احنا كلنا كنا مضغوطين هناك في بيت العيله، منظر عمك ومرات عمك وعيتهم ما كانش حلو والله العظيم، وحصرتهم على البنت الوحيده اللي كانت
جابت حيلتهم، ده حتى طنط ام امجد كانت هناك وكانت قاعده بتعيط هي كمان. انا بقول لك ماما قالت لي كل ده منها لله هنديه والله العظيم على تصرفاتها الغريبه دي. يا ياسمين هو انا ممكن اسالك سؤال؟ لو سؤال كل مره يا عبد الرحمن فانا مش هجاوبك عليه. يا ست بالله عليكي بقى عايز اعرف اي حاجه عن الموضوع ده. عبد الرحمن روح خد دش يلا وتوضى وصلي يا حبيبي. عبد الرحمن اللي هو انا واقف بتكلم مع اختي الكبيره اللي هي ياسمين على دخلت ماما علينا الاوضه. قال يا ست ياسمين هو الواد كل ما يسالك السؤال ده ما ترضيش تجاوبي عليه؟ ماما ما تخنيش ودنه الواد لسه صغير ومش عايزاه يحط دماغه في التفاصيل دي، خليه في مذاكرته وفي صلاته وفي لعب الكوره بتاعه. ماما انا كنت عايز اعرف بس حاجه صغيره وخلاص والله العظيم مش هسال اسئله تانية. قول يا سي عبد الرحمن كده وانا هجاوبك. هي ليه هنديه كانت دايما عايزه تروح لهند؟ وليه ما بتحبش اسمها الاولاني؟ وليه دايما كانت بتتعصب على عمه ومرات عمه في التليفون رغم ان هم اهلها؟ يعني يا جماعه المفروض تكلمهم باسلوب احسن من كده. هنديه اللي كانت بنت اتغيرت 180 درجه، ما بقتش هنديه اللي احنا نعرفها. ده حتى انا مش عايز اقول عليها هنديه والله العظيم، بقت كارهه الاسم يا اخي. طب يعني هي ليه كانت ملهوفه يا ماما ان هي تروح الهند دايما؟ توعدني يا عبد الرحمن ان اخد من وقتك دلوقتي دقايق واعرفك الحكايه وتخليك في صلاتك ومذاكرتك وحياتك المستقبليه. خلاص والله العظيم يا ماما قولي لي وانا مش هسال تاني. وفعلا يا جماعه الخير ام عبد الرحمن حكت لعبد الرحمن شويه تفاصيل عن هنديه وسمعها للاخر. هنديه تبقى بنت عم عبد الرحمن، ابوها وامها ناس غلابه ولا ليهم في الدجل ولا ليهم في الشعوذه. البنت كانت دايما حاطه دماغها في النت وتعرفت على شويه اشكال زباله من على النت، منهم واحد عرف هنديه ان هو دكتور روحاني، وهو ولا دكتور روحاني ولا نيله، ده كان بيحاول يستدرجها ويجيبها لحد عنده ويسهل لها امور ان هي تسافر وتروح له الهند عشان يبدا يعمل عليها تجارب ولا يعوذ بالله شيطانيه. وهي بصراحه ما تتوصاش، اندمجت معاهم، ما كانتش قريبه من ربنا، وفعلا الناس دوسوا عليها حته السفر وراحت لهم الهند. ام هنديه وابو هنديه ما كانوش موافقين، بنتك عايزه تسافر الهند انت هتوافق؟ الفترة دي هندية كانت مخطوبة وخلاص كانت على وش جواز وكانت بتحب واحد اسمه امجد كان معاها في الكلية. في فترة خطوبتهم هندية عرفت امجد على شوية الناس اللي هم هيسفروهم بره دول، ولكن هو يا عيني كان مسافر على عماه. كانت معرفة امجد ان دي طاقة قدر واتفتحت عليهم وان الناس دي وراهم خير كتير قوي، عندهم ستايلات جميلة قوي خصوصا بقى للمحجبات. طيب يا هندية حبيبتي هو انت يوم ما تجيبي ستايلات هتجيبي ستايلات من الهند؟ امجد انا شغلي ماي واي، عطور بيرفيوم مستلزمات للخروجات ومستلزمات نظافة ومستلزمات للبيت وستايلات جديدة والناس دي خير ليا. هو انت بقى حبيبتي تعترض على شغلي ولا ايه؟ هنديه انت عارفه ان امجد بيحبك وعمري ما هقف في شغلك طبعا، انا موافق. عرفيني بقى هتواصل معاهم ازاي عشان نخلصوا اجراءات السفر بتاعتنا؟ كل حاجه متخطط لها، الدور والباقي اللي هينفذ معايا. وسافر عبد الرحمن الهند وبقى لهم سنه هناك بياكلوا ويشربوا، ولكن امجد دايما كان يدينا شويه تليفونات اسلوبه في الكلام كان بيقلقنا عليه وما كانش بيقدر يتكلم نص كلمه لحد ما فاض بيه امبارح ولقيناه انفجر في التليفون وهو بيعيط وعايز يجي على مصر. ابو هنديه ما سكتش ولقى امجد جوز بنته بيشتكي له منها في حاجات كتير قوي. طب هي هنديه كانت بتعمل ايه هناك يا ماما بتخلي امجد جوزها يشتكي منها؟ كانت بتدخل ناس البيت عندها هناك ما تعرفهمش، وللاسف الناس دي بعد ما بتمشي امجد كان بيقول البيت ريحته معفنه وبعدت عن ربنا ومبقتش زوجتي اللي انا اعرفها والله العظيم. صدقوني يا جماعة انا عايز اجي على مصر. فلما عمك لقى امجد بيتكلم بالاسلوب ده وبيعيط في الموبايل كلم بنته عشان يديها كلمتين ويحاول يرجعها مصر عشان بقاله سنه ما شافهاش، ولكن لقى اسلوب هنديه غريب واتشنكت عليهم في الموبايل. وتاني يوم سابت بيت جوزها وما يعرفوش عنها حاجه، فامجد صورها فيديو وقال ان هو مش هيورينا الفيديو ده غير لما يجي مصر ودينا مستنيينه. طيب يا ماما هو الفيديو ده فيه ايه؟ هو الاستاذ مش ناوي يخش يتوضى ويصلي ولا إيه؟ انت هتصليها فجر؟ خلاص ياسمين في ايه؟ حاضر ياسمين ما تزعقيش، هدخل استحمى ماما واصلي. روح يا حبيبي ربنا يحفظك. جرايه يا بنتي يا دبش انت ما بالراحه على الواد بيستفهم. ماما لسه صغير يا ماما ما تعرفوش اي حاجه، انا ما كنتش عايز اقول له على حاجه اساسا. اخوك عسل ومحترم وقريب من ربنا وبيسمع من هنا وهيطلع من هنا، اللي زي ده ماشي في حمايه ربنا اكيد يا ماما. على فكره بقى ياسمين انا زعلانه منك. ليه؟ موقفه صلاه ليه؟ ونسيت الصلاه على سيدنا محمد ولا ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام. لا يا ماما بصلي بس قطاعي كده، احنا يا بنتي بنسمع بلاوي في الزمن اللي احنا فيه ده، احنا خلاص في اواخر ايامنا اساسا، يعلم ربنا احنا بنمر بايه. قربي من ربنا شويه. حاضر يا ماما. ياسمين؟ نعم يا ماما. انتوا ربنا هيحفظكم والله عشان انتوا قريبين منه. الحمد لله على نعمة الاسلام. الحمد لله الذي عافاني. يعني بجد الواحد فخور بنفسه بصراحه. يعني احنا خرجنا عن نص القصه كده شويه، بس عايز اقول لك على حاجه عزيز المشاهد. اديك شايف اللي حوالينا عاملين ازاي وبيقولوا علينا جيل منايل ب60 نيله. انا وانت حاجه تانية، انا وانت ربنا عافانا وبيحبنا. ما تصلي على النبي. تاني يوم جه وامجد وصل مصر، وعم راح يجيب امجد من مطار القاهره ووصل بيه عند بيت العيله. واول ما دخل البيت امجد ما بيتكلمش نص كلمه، فعم قال لنا ان هو كده من ساعه ما وصل مصر مش عايز يتكلم معايا خالص. ولقينا امجد بيطلع التليفون من جيبه وفتح لنا فيديو، والعيله كلها اتجمعت جنب عمي عشان عمي اللي كان ماسك الموبايل وبيتفرج على الفيديو. الفيديو ده فيه هنديه كان مصورها في البيت اللي كانوا ساكنين فيه هناك في الهند.
بعد ما يورينا الفيديو ده من هنا يقع من طوله، وفجأة لقيناه بيبرق عينه وبينزل رغاوي بيضة من بقه. تخيلوا معايا يا جماعة الخير، كلنا متجمعين في بيت العيلة، فجأة والعيلة كلها متجمعة النور يقطع علينا، نلاقي شمع ولعت في الصالة، ونلاقي أمجد يروح جاي قايل لنا إيه، هندية وصلت مصر.